تحية لكم الطبعة الأولى في قناة الحياة، وهذا أحمد المسلمين يحييكم، السلام عليكم. واحد، لماذا لم يوقف الناتو حرب غزة؟ كلنا شايفين ومتابعين من مذبحة إلى أخرى، من دمار إلى آخر، من قصة إنسانية مروعة لقتل أبرياء من الشعب الفلسطيني إلى قصة إنسانية أكثر ترويعا لقتل آخرين من الشعب الفلسطيني. حلف الناتو عقد القمة بتاعته في واشنطن يوليو 2024. في هذه القمة كان ينبغي أن يتحدث عن حرب غزة كما تحدث عن حرب أوكرانيا، لكنه في الواقع تحدث فقط عن حرب أوكرانيا. كان كل الانشغال لحلف الناتو في قمته في واشنطن حرب أوكرانيا فقط لا غير. اتكلم الرئيس بايدن وقال إن الرئيس بوتين عايز ياخد أوكرانيا وما بعد أوكرانيا ولن يتوقف، إنما إحنا هنوقف الرئيس بوتين في أوكرانيا. واتكلم حلف الناتو عن التكامل الأطلسي وإن وقت ما هيضم أوكرانيا إلى حلف الناتو، وده تطور جديد لأن في البداية ما كانش الناتو بيتكلم بهذا الوضوح عن ضرورة أو حتمية ضم أوكرانيا إلى حلف الناتو. فبيتكلم الناتو على حلف أطلسي عالمي بيمتد من أوكرانيا إلى أمريكا وكندا، حتى أن هم قالوا أن الأمن بالنسبة لنا 360 درجة، يعني دايرة كاملة، يعني كل الشمال إلى القطب الشمالي، جنوبا إلى القطب الجنوبي، شرقا وغربا إلى نهاية العالم، يعني حدودنا الكوكب 360 درجة بيتحرك فيها حلف الناتو في اليابس وفي المياه. الرئيس زيلينسكي قلق جدا جدا في هذه القمة، رغم أنه وعد بموجب قمة الناتو أن 2025 في 40 مليار دولار هيروحوا أوكرانيا للدعم العسكري، لكن سبب القلق أنه شايف كلها شهرين ثلاثة انتخابات في أمريكا، الرئيس ترامب قد يكون الرئيس القادم في أمريكا، وأنه التوقعات كلها بتقول إذا استمر أداء الحزب الديمقراطي بهذا المستوى فإن فوز الرئيس ترامب يبدو مؤكدا. زيلينسكي اتكلم وقال إنه قابل ترامب أيام ما كان الرئيس ترامب في السلطة، وقال ما عنديش رأي أشكله تجاهه، لكن لما قابلته كان قبل حرب أوكرانيا، لكن دلوقتي أنا مش متأكد هو هيتصرف إزاي أو هيعمل إيه. إنما الرئيس ترامب قال في أكتر من مناسبة وهو يترشح للرئاسة الآن إنه الرئيس زيلينسكي رئيس أوكرانيا أكبر مندوب مبيعات في العالم، وإنه بيجي زورنا في أمريكا يرجع محمل بيه 60 مليار دولار. فنقد الرئيس ترامب للدعم الأمريكي المالي الكبير لأوكرانيا ينذر بأنه هيخفف هذا الدعم المالي الكبير، وإن الرئيس ترامب اللي ممكن يكون أكثر تفاهما مع الرئيس بوتين ممكن ده يأتي على حساب أوكرانيا. ففي حالة ذعر في كييف من وصول الرئيس ترامب إلى السلطة، وبالتالي عرقلة المساعدات والإمدادات والدعم الكبير اللي أمريكا بتوفره لأوكرانيا في هذه الحرب. إذن زي ما قلت لحضراتكم إن حلف الناتو انشغل بحرب أوكرانيا، وانشغل أيضا، وده طبيعي بالتأكيد، وانشغل أيضا بالصين، وانتقد الصين، انتقد مبدئيا الصين، كوريا الشمالية، إيران، بيلاروسيا، أن هذه الدول بتطيل أمد الحرب في أوكرانيا عبر التفاهم والدعم لروسيا. إنما كان في نقد أكبر للصين، وقال حلف الناتو إن الصين بتتمدد في النواحي العسكرية في مجالات الفضاء وفي ترسانة الصين النووية اللي بتحدثها وتمضي فيها بقوة، وبالتالي في خطر منهجي وتحدي منهجي للصين تجاه الغرب، وده معناه ان الصين تقريبا العدو الاول للغرب، وان لم تستخدم الكلمه وليست روسيا على الرغم من الحرب الدائره في اوكرانيا. طبعا الصين ما سكتتش، وانما ردت على حلف الناتو، وقالت دي كلها اكاذيب،
ورد ان احنا موقفنا من حرب اوكرانيا عبرنا عنه وقلنا مبادره او طرحنا مبادره في 12 نقطه وعرضنا الورقه الصينيه بتاعتنا على الروس ما رحبوش، على الاوكران ما رحبوش، انما احنا بنتكلم على الحوار والدبلوماسيه والسياسه كطريق للحل بين روسيا وبين اوكرانيا، وان اغلب دول العالم تدعم الموقف الصيني في هذا الراي. انما حلف الناتو لجأ لعقليه الحرب البارده ومشي في الطريق اللي هو الهجوم على الصين. اذا الصين وروسيا الحضور الاكبر وربما الوحيد في قمه الناتو في واشنطن. لا شك ان يكون الحضور الاكبر ده كلام منطقي، ان امريكا والغرب مشغولين جدا جدا بالحرب الروسيه الاوكرانيه ومشغولين اكتر واكتر بالصعود العسكري والسياسي والاقتصادي للصين. لكن ايه اللي مش منطقي؟ ان ما يكونش في مساحه ولو 10% ولو 5% لحرب غزه، في حرب انسانيه اكثر دمويه موجوده، حرب عدوانيه اسرائيليه على الشعب الفلسطيني في غزه. في ضحايا اكتر من ضحايا اوكرانيا. في اباده جماعيه من مذبحة إلى مذبحة، مذبحة خان يونس ثم مذبحة خان يونس، مذبحة رفح ثم رفح، مذبحة دير البلح ثم دير البلح، مذابح خلاص بقيناش عارفين نعد أي مذبحة في هذه المذابح. وحتى المناطق الآمنة اللي إسرائيل بتقول إنها آمنة يروحوا الناس ليها يضربوا الناس فيها زي ما حصل في معسكر اللاجئين في خان يونس. شيء لا يصدقه عقل. وفي الشهر التاسع للحرب أبشع من كل الشهور السابقة، شيء لا يصدق. مجلة لانست العالمية الشهيرة بتقول إن 186 ألف ضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة من الشعب الفلسطيني، وده تقريبا 8% من سكان غزة، نسبة خرافية ودمار غير مسبوق منذ الحرب العالمية الثانية زي ما قلنا قبل كده. ومع ذلك زي ما قالت واشنطن بوست الأمريكية إنه غزة وكأنها الفيل في الغرفة اللي المفروض الكل شايفه لكن الكل تجاهله، وإن غزة تم تجاهلها تماما في البيان أو في أعمال قمة الناتو في واشنطن. والبعض بيقول إن ربما كمان كان عندهم اتجاه إنهم يهاجموا الشعب الفلسطيني أو يتهموا الشعب الفلسطيني بالإرهاب وما إلى ذلك من كلام معتاد من الغرب. فكويس إن هم أصلا ما قالوش شيء سيء، لكن مؤكد ما كانوش هيقولوا شيء كويس. إذن الغرب عنده مشكلة قيمية لابد أن يراجعها بكل قوة. هذه المشكلة القيمية إنه بيكيل بمكيالين، عندك هنا حرب وهنا حرب، هنا بتاخد معيار وهنا معيار آخر، دول بشر لكن دول مش بشر، هنا الضحايا تقوم وتقعد لأجل هؤلاء الضحايا، وهنا الضحايا نهائيا لا تعاطف معهم، بالعكس تشجع على مزيد من الإبادة الجماعية. وشفنا ده في مجلس الأمن وشفنا ده بعد كده، إنه مش بس عدم الوقوف في مواجهة الإبادة الجماعية بل والدعم الضمني عبر تسليح إسرائيل أثناء هذه الحرب للإبادة الجماعية وجرائم الحرب. قانون دولي لا يهم، المحكمة الجنائية الدولية لا تهم، محكمة العدل الدولية لا تهم، الأونروا هنعتبرها منظمة إرهابية، الأمين العام والمتحدة رأيه بنقعد نهاجمه طول الوقت، بتكلم على الطرف الإسرائيلي، ميثاق الأمم المتحدة مزقته إسرائيل داخل الجمعية العامة. إذا مفيش أي اكتراث ولا احترام للقانون الدولي، وده خطر مش بس في حرب غزة، ده كأننا قبيلة الحرب العالمية الأولى أو الحرب العالمية الثانية اللي ما فيهاش نهائيا أي احترام للقانون الدولي أو القواعد الدولية أو المعاهدات الدولية. خطورة ده هتنعكس فيما بعد، عدم احترام القانون الدولي في فلسطين قد يؤسس لعدم احترام القانون الدولي في العالم ككل. الخلاصة في هذا الموقف إنه الخطأ الأخلاقي والقيمي في قمة الناتو بتجاهل تام لحرب غزة والإبادة الجماعية في غزة كان شيء كارثي يستحق التوقف ويستحق النقد لما جرى.
على الرغم من كل هذه المواقف من المجتمع الدولي اللي عنده النفوذ والقوة، وعلى الرغم من دعم قوة دولية كبيرة لإسرائيل وتسليح إسرائيل في هذه الحرب الإجرامية، إلا إن الصمود الفلسطيني صمود عظيم، والبطولة الفلسطينية ربما تكون غير مسبوقة، والبطولة في مواجهة الكارثة تعطي دروسا لكثيرين حول العالم في الدفاع عن الوطن مهما كانت التكاليف. موقف مصر منذ بداية هذه الحرب وحتى اليوم، وكما عبر عنه الرئيس السيسي، هو أنه يجب إقامة دولة فلسطينية. هذه الدولة على حدود 4 يونيو 67 عاصمتها القدس الشرقية، وهذه الدولة تكون عضوا في الأمم المتحدة كاملة العضوية. الدولة الفلسطينية قادمة شاء من شاء وأبى من أبى، وكل احتلال إلى زوال. وفاصل ونكمل.